السلام عليكم شباب، إن شاء الله راح نشرح السباين انجري. أوكي، أهم شي تعرف بالسباين انجري هو الامرجنسي، شلون يجيك الامرجنسي وش تسوي. زين، تعرف كم تايب من الفراكتشر، لهم أسامي لازم تعرفوا ما وين صاير وليش يصير، يعني بس بمجرد أن تتخيل. زين، otherwise هو يعني كاتب عشر المادة مع السباين. السباين كلش بي details، بس هنا كاتب لكم أشياء مختصرة فما يحتاج تقرأ further، يعني هاي كافية المحاضرة. زين، بالبداية حاط لكم السباين بالنسبة كأناتومي. لازم تعرف انه هو عندك انت سبعة سيرفايكل، اوكي، عندك الثوراكس 12، وعندك اللومبر 5، وعندك الساكرام همينة 5، واخر شيء اكو الكوسكس. طبعا هاي اول شيء يعني كأناتومي، ولازم همينة تعرف انه اكو اماكن بهم لوردوسز، واكو اماكن بها كايفوسز، يعني منو اللي بيتحدب. احنا هسه هذا السباين هو البوستيرير، وهذا البودي هو السباينس بروسيس بوستيرير، والبودي هو انتيرير. فهذا المكان هو الانتيرير، هذا البوستيرير. بدك تتخيل الركبه شلون قايله هيج، وبعدين من تجي الحد الجذع يبدي عاد ورا شنو يكون، يكون عندك مثل الكايفوسس، وبعدين يرجع اجين لوردوسس، وبعدين اجين كايفوسس. فهي كلش مهمه. شنو فائدتها هذا الترتيب؟ يعني انه ينطي اكثر ويت بيرنج، اوكي، ينطي اكثر ستابيليتي. يعني من يكون بهاي الطريقه، اول شيء الحركه هتكون الرينج مالته اكثر، الوزن ما حيكون مثل لو عمود واحد، لا حيكون متوزع على اكثر من محور، تمام. فهاي كلش مهمة هذا الشيء بالنسبة كاناتومي. otherwise انت تعرف انه ك الفيرتبرياية الوحدة شلون صار شكلها، عندك بيزك اناتومي بالنسبة لهم، واكو اختلافات بين كل تايب، يعني السيرفايكا عن الثوراسك، عن كل وحدة منهم اكو بيها اناتومي مختلف عن الاخر. فبس بالاخير انت تعرف انه هو بون، وحيكون اكو اهم شيء يطلع من عنده نيرفات، يعني هو سيستم هو السنترال نيرفس سيستم، يطلع من عنده ويتحول الى بيريفيرال. فهذا جدا مهم، يعني الانجر اللي بيه هيأذي لي مكان واسع، تمام، مو لوكال، مو مثل ما انت مثلا عندك كارفال تنل سيندروم، او عندك فشي بس بالألنر نيرف فراكتشر افكت الألنر نيرف يونيلاترال. لا، هنا هيكون الموضوع اكثر يعني واسع، اوكي. فهاي جدا مهم تخلوها ببالكم. نجي بالنسبه للاناتومي، طبعا هو يعني كاتب لكم اياه، احنا الاناتومي بالضبط نحن ناخذه بمحاضرات دكتور فراس بالسباين، لانه يسالكم على الفيرتبرا شلون تتكون، اذروايز هنا ما تنسالون عليها. نجي على الميكانيزم اوف انجري. ميكانيزم اوف انجري للسباين عندك هواية ميكانيزم، بس بيزيكلي ثلاثة اللي هي مينلي انت تشوفها. اول شيء تراكشن، يعني يصير اكو افولجن فراكتشر. اثنين دايركت انجري، وراها الاندايركت انجري. شنو هذا الفرق بيناتهم؟ اول شيء التراكشن اللي هو شنو، اللي هو يصير مثل انه نقول ينعت الجذع، ينعت السباين بطريقه اب نورمال، بدايركشن اب نورمال. زين، هاي جدا مهم. زين، بعد فيصير عندك افولجن فراكتشر ديبند على الاتجاه مال القوه، وين افكت، يعني وين على مكان افكت على السباين. زين، الاتاتشمنت مال ماسل ميلي. عندك الدايركت انجري، انه انت مثلا ينضرب على ظهره، ينضرب على العظمية الفلانية، فيصير اكو مثل الفراكتشر بالمكان. الاندايركت انجري لا، يعني مثل ما قلنا فولينج فروم هايت، فول فروم هايت، يوقع على رجله. زين، فهو راح توصل القوة ترانزميت توصل للسباين، يعني عن طريق الرجل توصل للسباين، فممكن يصير عنده فراكتشر، فمو طريقة اندايركت.
اوكي. اكثر شيء وين احنا نشوفه بالار تي اي السباين، مثل البلفس، بلفس سباين هيد، هذول جماعه الار تي اي اللي هم السيريس زين، اللي هو الموتور فيكل اكسيدنت او عندك السيت بولت انجري. هسه نشوفهم شلون هذني زين. الفول فروم هايت او بلاست انجري، هاي النوع الثاني من فانت عاده وين نشوفه بالار تي اي فول فروم هايت. اوكي عاده هذني الكيسز الاثنين اللي تشوف بيها السباين انجري زين. هسه حنشرحهم كلهم. شوف انه هو هنا واقع، هنا هو ممكن يكون ابستراكشن تمام، ينجر بسبب قوة يعني ما يتعور. يعني الفكرة انه مثل السيت بيلت يكون عادة لابس الحزام اوكي، فيصير مثل احنا تذكرون بالفيزياء من نمشي عندنا continuity بالحركة، فونس انه توقف all of a sudden كأن يكون هو لابس only بيلت اللي يكون على الويست، ماكو شيء هذا الاكس عليه يعني. فش راح يصير؟ راح يصير انه من هو متستمر السيارة تمشي لقدام وتوقف غفل، راح يصير انه جسمه نتيجة الكونتينيوتي الاستمرارية اللي عنده راح يطلع الجذع اوكي لقدام، ونفس الحال الليك، بينما هذا ستيل هنا فيكست. فراح يصير مثل كأنه انت تجيب واحد وتكبسه يعني حرفيا، فراح يصير فراكتشر وين على المكان اللي هو نفس مستوى السيت بولت. يعني عادة يكون اللمبر الثوراسيك زين بهاي الأماكن هي اللي يصير أكو فراكتشر. فالفكرة هي هاي إنه هذا تراكشن، لأنه صار مو أنت دايركت قوة عليها، ولا انه مثلا اندايركت لمكان ثاني وترانسميتد الها، لا صار اكو مثل الـ يعتبر هو بين الاندايركت وبين التراكشن. هسه نشوف شلون. فهاي هي بس اريد اقولكم انه الطرق اتهم لدوخ روحك بيها، احفظ بس لحد هنا عندك اما القوة بسبب التراكشن او دايركت او اندايركت. pathophysiology of spine injury زين. احنا عندنا المالتيبل انجورد بيشنت، هذا هنا الـ لازم نعرف انه حال اي واحد عنده اي تي ال اس لازم نبدي باي في سي دي زين، وبعدين وراها انه نروح على السبيسيفيك اريا. بس نفس الوقت من اسوي الاي بي سي دي لازم اخلي ببالي اسوي سباين بروتكشن، فيري امبورتنت سباين بروتكشن والنيك خصوصا زين، لانه احتمال عندي ان ستيبل فراكتشر، وونس انه اني احركه حتى اسوي له اكزامينيشن راح احرك هاي البيس الفراكتشر تو اسوي كات بالسباينال كورد او اسوي انجري سباينال كورد، وتعرف السيرفايكل بيها الفايتال سنتر زين، فممكن يصير عنده يعني death اوكي يموت بسبب الباد مانجمنت زين. عندنا اما ستيبل او ان ستيبل انجري ديبند هسه نقول شلون. عندنا بالفيرتبري شلون ما حكينا بالبلفس، بالاكو قاعده دائما انه اقول هذا ستيبل او هذا ان ستيبل. هسه اشوفكم اياها بالصوره، حاط لكم عليها صوره. دامج تو ذا فيرتبرال كولوم اند النيورال تيشو، اهم شيء انه تعرف انه السباين يعني مو بس البون، اكو بنص النيورال تيشو هي هاي الاساسيه، هاي ممكن انت ينشل المريض او ممكن يموت مثل ما قلنا اذا نير الفايتال سنترز زين. طبعا ممكن يكون كلش واضح الدامج، يعني اكو فد ابنورماليتي، اكو فد مثلا ما يقدر يحرك ايده، ما يقدر يحرك رجله زين، او على اللوكال على المكان الاريا نفسها اكو فد ديفورميتي زين. كلش مهم اني موفمنت، اني فرذر موفمنت اخسر فرذر نيرفز اوكي، لانه حيتقطع اكثر، فلازم اخليه ستيل، لازم الاريا اللي بيها فراكتشر تبقى ثابته ما تتحرك. treating it as unstable and proven otherwise this is very important. انت من يقول لك falling from height او يقول لك RTA يجيبوه، طبعا اكو طرق بال ATLS اللي ياخذ ال ATLS الكورس يدرسوه هاي انه شلون ينقلوه شلون يحطوه، ومو بس الطبيب لازم حتى الستاف اللي ينقل البارامدكس اللي ينقلون
سوري اللي ينقلوه لحد ما يوصلون المستشفى، لازم يعرفون how to deal with him، طريقة ما يحركون هاي الفيرتبري. يعني حتى لو هي انت مثلا ماكو فراكتشر، بس انت دائما تتوقع الأسوأ، انت تتوقع انه اكو فراكتشر وتتوقع انه هذا انستيبل فراكتشر، يا المشكلة. فلازم احنا شو نسوي؟ لازم دائما احنا نثبته. سو انت تثبت النك وثبت البلفس، تحط مثل الكولر زين، وهي اسمها كولر، وتحط بايندر. اما الظهر هذا هنا احنا نحاول نخليه ما يتحرك، نحاول من قلبه او نشيله، نستخدم بورد هسه نحكي عنه. فلازم ادير بالي على هاي الاماكن. نجي على الكلاسيفيكيشن، لينيس كلاسيفيكيشن للفراكتشر. شلون احنا نقسمه ستيبل ان ستيبل؟ بالبدايه انت عندك يقسموه على ثلاثة كولوم، يعني ثلاث أثلاث، ثلاث عواميد يقسمون السباين. أول شيء انتيرير كولوم والميدل والبوستيرير. زين تشوفون الانتيرير تشمل نص البادي، الميدل تاخذ من البادي زين ومن الارش، اوكي، من التكملة مالت من مال فيرتبري. أما البوستيرير مينلي هو الارتكيليشن الفاسيتس زين، وياها السباينس بروسيس. اوكي فهاي الفكره، هاي شلون انت تقسمه على اساس كولوم. بعدين حتى تقول انه هو ستيبل او ان ستيبل، كاتب لك انه لازم ميدل كولوم اللي هو شنو، اللي هو يشمل لك جزء من البادي وجزء من يشمل لك جزء من الارش زين، لازم يكون هذا انكلودد، وات ليست ويا واحد من الكولوم، يا اما الانتيرير او الانبوستيرير، يا اما هذا يا اما هذا. يلا اقول عليه انستيبل، فالانستيبل لازم هذا 100% انفولفد، يعني لازم اكو فراكتشر هنا، بلس واحد يا اما بوستيرير يا اما انتيرير، اقول عليه انستيبل، اذروايز الباقي هو ستيبل. الحمد لله انه اونلي 10% هم انستيبل، يعني لو عندك 10 جبتهم المستشفى كلهم falling from height، كلهم عندهم back injury، okay spine متأذي fracture، فهم only one، بس واحد منهم هو unstable. بس هل انه انت بس هذا الحتما يجي unstable؟ لا، لان بالبداية ما تدري، فكلهم تعاملهم as unstable حد ما prove otherwise، يعني حد ما انت detect انه هذا صح، انه هذا الوحيد اللي هو unstable من this investigation with this radiology. Then mainly CT is the most important. ممكن initially X-ray. Less than 5% are associated with cord damage. هذولا يعني أنت هذا الواحد من عشرة، سجينا جبت عشرة، واحد only هذا اللي صار عنده هو unstable. عنده 50% ممكن يصير cord damage و 50% ممكن مو cord damage. So this is very important إنه أنت تفكر in this way. ماشي، بس still إحنا نعاملهم كلهم as serious case. زين نجي على الباثوفيزيولوجي. طبعا هو إيش راح يصير؟ راح يصير لما عندك ال spine injury أكو primary changes وأكو secondary changes، هاي إلكم تمام، بس يعني فهموهم. The primary changes المكان اللي يصير به physical injury اللي ينكسر من vertebral column زين، او النيورال تيشو، يعني كان انت هو وقع او انضرب على ظهره صار فراكتشر ويا انقطع من النيرفز، هذا يسموه برايمري تشينج اللي هي صارت وقت الحادثه تمام، اللي هي صارت بفعل الحادثه. السكندري تشينجز لا، اللي هي تصير ورا ساعات ورا ايام كرياكشن للحاله البرايمري، يعني كرده فعل للبرايمري تشينجز، كان تكون biochemicals أشياء مال healing زين. فهذه شوية شوية ممكن lead to neurological damage، يعني أني ممكن يصير عنده، يجي البيشنت عنده أول ما يجي عنده fracture وما يقدر يحرك رجليناته، هذا primary changes primary neural injury زين، neural tissue injury، هذا أول ما هو كسر انكسر العظم راح الحافة الحادة ما تأذت الكورد. السكندري لا، انه انت كل شيء ما بيه سويت الاكزامينيشن والامور تمام، طلع من يمك
يعني ما طلع من يمك، ممكن اخليه حتى اشوفه لمدة يوم يومين، راح اشوف تبدي تصير اورا. ساعات يبدي يصير عنده ما يقدر يحرك رجله، هاي سكندري تشينجز بسبب ممكن لوكال هيلينج اللي هو مينلي اساسها الانفلاماتوري ريسبونس، بايو كيميكال تشينجز يصير ان ذا اريا، لايك وانس اكو يصير عندك فراكتشر ممكن تنفرز من، او المسل انجري ممكن تنفرز منها مواد، اوكي في الراديكلز وات ايفر شنو المواد اللي تنفرز، مايوجلوبين كلها افكت وات افكت لوكالي على هذا المكان. سو هي هاي الفرق بيناتهم بصوره عامه. نيجي على هاي مهمه، شلون انت تسوي ديفينيتيف تريتمنت؟ اول شيء احنا شنو نريد نوصلها من التريتمنت، هاي تجيبها دائما، هذا السلايد مهم يجيبها اسي. أريد نثبت دائما أنه أني أسوي التريتمنت راح أحافظ قدر الإمكان على النيوروجيكال فانكشن، يعني إيش قد ما أقدر أحاول أحافظ عليها. أنت مع الأسف النيرفات اللي تتقطع وتتأذى ما تقدر ترجعها، بس أنت شنو تقدر؟ تقدر تمنع الفيرجر دامج، تقدر تمنع السكندري تشينجز اللي تصير. سو هي هاي الايديا، أو تمنع الانجل اللي ممكن أنت تسوي زين من الباد مانجمنت. مينيمايز بيرسيفد ثريت، طبعا احنا اهم شيء هذا من يصير عندك، من يصير عندك ممكن مرات الفراكتشر ويا يصير ديسلوكيشن، مرات اونلي فراكتشر، فممكن ما ينقطع النيرف بس يصير بي تويستنج، يصير بي عليه كومبريشن، فانت تحاول شنو؟ تحاول تقلل هذا الشيء من التريتمنت. سو اني احافظ على النيوروجيكال فانكشن الحاليه، اوكي، واحاول اقلل الفيرذر دامج او الفيوتشر التشينجز اللي تصير ان ذا فيوتشر على هذا النيورال تشو اللي انا حافظت عليه بالبدايه. بعد اهم شيء شلون اسوي هذا الشيء؟ انه ستيبلايز السباين، احاول السباين اخليه ستيبل، انه هو اذا مثلا حسب التايب، حسب وين اللاين مال فراكتشر، بس احاول اني اذا واخذ الميدل معناها هذا ان ستيبل، سو لازم ارجعه ستيبل بحيث انه ما يتحرك، هاي العظام ما حتتحرك. تمام. اخر شيء يو نيد تو ريهابيليتيت البيشنت، لازم تسوي الموفمنت از ايرلي از بوسيبل. سو هذا انت عندك الاوبجكتيف من التريتمنت مالتك، فأول شيء تحافظ على النيوروجيكال فانكشن، اثنين تمنع الفيرذر دامج على النيورال تيشو، تحاول السباين البون تحاول تخليه ستيبل، اخر شيء as early as possible ترجع تسوي حركة حتى لا يصير ستيفنس ويصير العمود الفقري عبارة عن قطعة واحدة. شو وقت اني احتاج urgent stabilization؟ اول شيء اذا احنا الفراكتشر انستابل واكو بروجريسيف نيورولوجيكال دامج، يعني شنو؟ يعني اني بالبدايه اوكي تمام، تحرك اصابع رجله ورا دق ورا ربع ساعه بدات اصابعها متحرك ورا، ما ادري يعني بدا شوي شويه هو دي يصير عنده ديفيسيت زين بالنيورولوجيكال اكزامينيشن، وبلس انه هو انستابل فراكتشر، يعني انستابل فراكتشر يعني انفولفد الميدل زون زين. ف سويت الامراي شوفني انه اكو ساينز نيورولوجيكال ديتوريريشن، يعني كان قال لي اكو كومبريشن سيفير على النيرف زين، طلع جزء من القطعه المكسوره على النيرف، فبهاي الحاله لازم هنا افوته ارجنتلي للعمليه حتى احاول اشيل هذا الكومبريشن، وقبل ما يصير كومبليتلي اسكيميك كومبليتلي تشينجز زين. بعد عندنا طبعا اذا unstable fracture patient عنده multiple injured patient، كأن يكون عنده ويا pelvic fracture، عنده femur fracture، عنده مو بس spine زين، فهنا عادة هو controversial، يعني شنو؟ يعني اني ممكن اسوي ويا فاكة كأن هو lumbar و pelvis، او مرات اسوي السباين قبل البلفس ان السباين اخطر، بس اذا هو مثلا لا not that unstable ممكن يعني depend، بس عادة اذا هو multiple injured patient لازم
افكر انه هاي السباي لازم تصير as early as possible. So مهم هذا الانديكيشن اللي يجيكم بالامتحان as بالاساي. اهم شيء انت ايش حتسوي؟ قلت لكم بالبداية اني سباين، يقول لي بيلفس، يقول لي سباين فراكتشر تجي كيس، يعني يقول لي هيد انجري، هذني ثلاثتهم اخلي ببالي شو اسوي. اسوي ATLS يعني من هو ملتيبل انجرد بيشنت، او يقول لي RTA، او يقول لي فول فروم هايت، او whatever. زين ده يمشي وندعم سيارة، يعني اي شيء انفجار، كلها هنا لازم اني ابدي بالATLS اللي هو الاي بي سي دي، اسيتبل البيشنت بالسكندري سيرفي فيرذر انفستيجيت البيشنت حتى اسوي اخر شيء ديفينيتيف دايجنوزس اند ديفينيتيف تريتمنت. اهم شيء لازم اعرف انه بالبدايه اشتغل على اللايف ثريتنينج كونديشن، كان يكون هو عنده بالمشكله بالبريذنج، عنده اوبستراكشن بالابستراكتد اير واي. زين فلازم بالاي اول شيء اشوفه اكو مشكله مثلا تنشن نيموثوركس، سيفير تنشن نيموثوركس، على اروح على المشكله بالهارت بالسيركيليشن، ابدي بالاي بي سي دي. زين اخر شيء من اوصل للديسابيليتي فذيك الساعة أروح على النيوروجيكال إكزامينيشن وإكزامين السباين، أشوف إنه مثلا إذا النيرف اللي دي يغذي فلان أريا بمشكلة سو معناها هذا الليفل، يعني مثلا اللي دي يغذي L4 L5 زين، بالمشكلة بالرفلكسز، المشكلة بالسنسري بالفيت، فمعناها إنه الانجري بهاي الأريا. إحنا كطوارئ ما نجي نقعد الأسوان بالضبط إيش كنت تغذي من الأصبع رجل الصغير، ما عندنا هيك شيء، ناخذ يعني رف استيميشن، لأنه إحنا ما راح نعالجه هذا أبو النيورو، بعدين نيورو سيرجري أو أبو الكسور، يعني من الأخصائي هو نفسه من يبدي يشتغل هو يشتغل عليه. طبعا السباين يعني انترتشينجبل، ممكن أبو الكسور وممكن أبو النيورو اثنينهم يشتغلوا. فالفكرة اني يعني كامتحان، حتى بالامتحانات من تمتحنون بالعملي هسه بالكسور، هاي الشانل ضفتكم عليها بيها الرفلكسز والنيوروجيكال اكزامينيشن، حاول انت ماخذها اكيد مرحله خامسه اكيد ماخذها، بس راجعها سريع الرفلكسز المهمه وال مو الدرماتومز، يعني احنا ما كناش نحتاج الدرماتومز هذي شويه للنيوروميديسن. فوين اكو يعني life threatening condition لازم اروح اركض عليها احاول يعني اعالجها قدر الامكان early، ووراها عادي انا اروح على تثبيت مال كسر ولا. فاحنا دائما اهل الكسور شو نسوي لهم؟ يعني اللي عنده مشكله بالسباين بهاي بالسيرفايكل مثلا، او مثل ما حكينا البيلفس، او حتى لو فيمر، شو احط له؟ احط له مثل السلاب بالفيمر مثلا، احط له البايندرز اللي قلنا عليها بالبلفس، وقلنا الكولر. زين ممكن احط بورد، هسه نقول شلون نلف على البورد، مهم اسوي ده بس اثبته لحد ما اسيتبل الشغله الثانيه المهمه، وبعدين ارجع على الديفينيتيف مانجمنت بالنسبه للاورثو. الشغلة اللغة انه انت لازم تمنع الفيرذر هارم، يعني اول ما يجيك انت ممكن بالطريق نقلي غلط ومسوي له انجري للمريض، انت اول ما تستلمه بالطوارئ لازم شو تسوي؟ لازم تكتب المشاهدات الاوليه اللي انت تشوفها اوكي قبل ما تيجي تطخ المريض. شنو عندك؟ حرك ايدك، حرك رجلك، هنا اكو بين، هنا دا تحس، هنا ما اعرف شنو، خلاص سو اوكي. لا تحرك راسك نهائيا لا يمنى لا يسرى مثل ما حكينا. وراها من تحط البايندرز وتحط الاشياء كلها وتدز اكس راي وسكندري سيرفر، ترجع مره ثانيه تعيد الاكزامينيشن، لانه ممكن ديورينج هذا التايم يعني انت الاشياء سويتها، ممكن من تسوي تشن ليفت وتفحص الاير واي حركت النيك شويه، خصوصا اذا ما حطيت كولر. سو بهاي الحاله انت ممكن تاذي. زين فيفضل انه ما تسوي further harm، وتحاول كل ساعة تفحصه، حتى كل حركة تسويها تفحصه، حتى إذا أكو أي harm صار بطريقة غير معتمدة يعني متقصد، فأنت تعالجها سريع. لأنه بس أقولكم إن شاء الله إنه النيرف spine نفسه ممكن مثل ما قلت لك مو كات twisted يعني، أو ممكن يصير عليه compression. زين
فإذا هو compressed ممكن بس تريليف هذا الكومبريشن يرجع عادي، بس a matter of time. يعني انت كل ما اسرع تشيل هذا شو اسمه، كل ما تحافظ على الفانكشن مال النيرفات يعني احسن. زين، احنا اهم شيء انت بالبدايه البرنسبلز هاي لكم، بس لازم تعرف يعني الايد وحده ما تصفق، لازم كلكم موجودين سوا تشتغلون، مو بس او الكسور، لا بس او الكسور او الطوارئ، يعني خصوصا من يصير اكو فد حدث كانفجار او شيء او RTA يعني حوادث طرق شيء، يعني هذه تقول عليهم بالتليفون، كلهم يتحضرون، كلهم يكونون موجودين. زين، كل الاخصائيين ابو التخدير ابو الفاسكولار ابو الكسور المقيم، زين ابو الطوارئ، كلهم موجودين، حتى نيوروسيرجن همينه، حتى يسوون البلان وعلى اساسه يبدون يعالجون. طبعا هاي قلت لكم الـ ATLS، تعرفون الـ Airway and C Spine Protection، تلبسه كولر. زين، بعدين الـ B هي الـ Breathing والـ C Circulation Disability Exposure. الـ Airway احنا نفتح اول شيء نشوف الـ Nose والـ Mouth، اذا اكو anything any foreign body blood secretion لازم احنا شو نسوي. همين نفس الوقت ممكن نشوف اذا اكو burn، ممكن اتخيل اكو اوديما obstruction by هذا البيرن، فاحاول شنو، احاول اكتشفه من البدايه، حتى خصوصا اذا هو unconscious ممكن ما دا يتنفس واني ما ادري، احط الكولر ويا نفس الوقت احط سماعتي على الشست مالته، اشوف لي breathing good ولا اكو wheezing ولا اكو مرات اذا tension pneumothorax يكون لي breathing مسمعه، يكون يعني الصوت كلش منخفض diminished. زين، نفس الوقت حتى تتأكد تقدر سريع يسوي percussion على الاريا اللي سمعت بها diminished air sound. وراها تبيع السيركيليشن اللي هو تقيس تشوف البولسز الكاروتيد بولس، زين راديال تقيس الريت، ممكن ريذم، بس هم عادة يحطوه على مونيتورز فهي تطلع هاي الاشياء كلها. زين، وتسوي ممكن كابيلاري ريفل اذا اكو اني بليدنج، شود ستوب ذا بليدنج از ايرلي از بوسيبل. ومرات يسوون بالاي تي ال اس يكتبون سي سمول اي بي سي دي، اللي سي سمول هي ستوب سيركيليشن، يعني ستوب بليدنج، يعني انت اذا اكو مثلا رجله مقصوصه وتخرخر دم، خا ما تجي تفتح حلقه وتبدي ايرواي، لا اي شيء يمك بس تورنيكيت اني ثينج، بس وقف البليدنج، يعني او احد يجي تعال سوي برس على المكان لحد ما اني اخلص ابدي بال اي بي سي دي. زين، بس مو تعوفوا لا والله اني قالوا لي اي بي سي دي اروح على الاير واي ركب، نو. زين، ديسابيلتي هنا نيورولوجيكال اكزامينيشن واشوف شنو، بس اني ما اوصل للديسابيلتي يلا لا ويا، يعني اذا شفت انه خاص اول شيء احنا شو نقول كولر نحطها ببدايه، لان هو لابد يحرك راسه، لابد انت تحركه من كذا، بس البيلبس لا ما مو شرط يتحرك، فمن توصل للديسابيلتي ممكن هنا تحط البايندرز. اخر شيء الاكسبوجر، لازم اكسبوز هم اكسبوز البيشنت اوكي توتالي كومبليتلي، تباوع ايفريوير مثل ما قلنا، ممكن اكو نشوف بلود على الجينيتاليا، معناها شنو اكو عندنا البيلبس فراكتشر، فهاي جدا مهمه خصوصا ويا الكسور. السباين همينه شنو يفيدني، اسوي الديجيتال ركتال اكزامينيشن. مرات السباين اذا هو احنا سباينال شوك، زين، او اللي هو يكون مرات بيرمننت ويكون لا تمبرارلي، فاذا هو يعني حيرجع السباين مجرد بس بالبدايه بسبب الضربه اللي صارت عليه، يبقى انتاكت السفنكتر، اوكي الركتال سفنكتر يبقى انتاكت لان السفنكتر، ف من نسوي digital rectal examination to see this. Also همين نشوف إذا أكو blood، معناها ممكن أكو جزء من البون مؤذي الركتم وأكو blood، فجدا مهم خصوصا ويا الكسور. أوكي، هاي مهمة. بعد نجي على ال general examination، نشوف إذا shock. طبعا types of shock many، تعرفون into hypovolemic shock، then her hemorrhagic shock، neurogenic shock، spinal shock. زين،
طبعا احنا هاي كوات هاي types of shock in trauma، لانه انت عندك بعد anaphylactic shock زين، بس هنا انا cardiogenic shock عندك هم، بس هنا in trauma. So that's why كاتب لك بس هذني ثلاث انواع: immobilization, resuscitation, other life threatening injury. اهم شيء انه قلنا ثبته، نحط البايندرز وكذا، نحاول ما نخليه يتحرك. اذا هو اجى unconscious واجى ما عنده pulse try to resuscitate him. لازم تعرف تسوي ال BLS respiration وال compression chest compression زين. ونفس الوقت انت المونيتور موجود. شلون تعرف انه كاتب لك انه اكو ثلاثة changes ان تصير بالvital sign؟ معناها اكو عندنا مشكلة بالcervical vertebrae او thoracic vertebrae، وياها involved ال spine cord injury، اللي هما شنو؟ اللي هما الهايبوتنشن، هايبوثيرميا، اند بريديكارديا. هذان الثلاثة معناها انت عادة once there is hypotension اكو شنو؟ تكيكارديا، لانه الهارت يحاول يعوض هذا الهايبوتنشن اللي يتحسسه عن طريق الكاريتيد بودي ويسوي شنو؟ تكيكارديا، يعني يزيد الكورنوتروب. هنا المشكلة شنو؟ المشكلة انه ماذا يصير هذا الاكشن؟ معناها السباين نفسه الرفلكس اللي يسوي لك هذا الشيء عطلان. So above T6 اكو عندي مشكلة بالسباين. نفس الوقت الهايبوثيرميا من الـ من تتأثر الريجوليتوري السنتر المسؤول عن الحرارة. اوكي، فهذني ثلاثة: هايبو ضغط ما التنازل والهارت ريت ودرجة الحرارة، معناها اكو عندك سباين كورد السباينال كورد انجري ابوف تي 6. كبرايمري سيرفي احنا نبدي حقيقة يبدي من اول ما تشوف المريض، من اول ما تشوفه بالشارع، اللي هو ممكن مو انت تشوفه، الباراميديكس ويعرفون شلون يتعاملون وياه. قلنا سي سباين بروتكشن، اللي يحطون الكولر زين، اورثوسيس، ممكن اكو مثل البورد يحطوه مثل ما حكينا على مود بروتكت الهاي مال باك. اوكي، يكون مثبت يعني هيك صاير، لحظة هيك صاير، يحطون عليه هنا المريض زين، وهنا اكو بيه حزام حتى لا يخلون ظهره يتحرك. هاي همينة very important. بس شوفون هنا، شوف حتى من نقلوه لازم هنا حاطي له كولر زين، من ينزلوه. طبعا هم عندهم هذا يصير مثل الحزام، يعني هذا يتحرك، احنا ما عندنا هالاشياء فافكر منها زين. immobilization temporary هو السباين تحط الكولر ياي عندك زين mainly. نجي على شيء كلش مهم يسألكم عنه دائما الدكتور، هو اسمه quadruple immobilization. quadruple immobilization يعني انت تحاول تسوي immobilize البيشنت، تخلي immobilized. اوكي، وانتو اربعة لازم تكونون موجودين، واحد يلزمه من الهيد، هاي جدا مهمة تسألون بها احتمال حتى بالعملي، وواحد يلزمه من الليج جوا جوا الني، وعندك واحد حيكون يحط one hand على الهيب اللي هو على anterior superior iliac spine، والثاني يكون على الني حتى يسوون continuation. وبعدين اللي حيقلب المريض اللي ينطل الاكشن زين يكون حاطوين على ال shoulder و counting، انه احنا صراحة نقلبه كل واحد بمكانه ويقلبه. اكو اكثر من طريقة، اكو يسوون ايديهم مثل الاكس تمام، اكو لا هيك مثل ما تشوفون. so depend، بس هو بالاخير انت يحسبون مثلا الثلاثة ويديروا نفس الوقت حتى لا يتحرك الاسباني، دار كأنه قطعة واحدة مثل البورد. هذا شو اسمه quadruple immobilization، بحالة انه انت شاك او حتى لو مو شاك، مجرد هو جايك تروما لازم تسوي هالشي. حتى شنو طبعا هنا اكزامن الباك مات، تشوف اذا اكو ممكن مضروب بظهره، سكينة، شي شظية، فلازم اكزامن الباك. اوكي، كوش مهم. طبعا تشوفون هالبرتقالية برقبتها هاي الكولر زين. السكندري سيرفي ورا ما تخلص البرايمري سيرفي، حتى تكون متعس سكندري سيرفي لازم المريض يكون ستيبل،
اذا المريض مو ستيبل ترجع تعيد البرايمري سيرفي اجين. خلاص صار المريض ستيبل. شنو يعني ستيبل؟ يعني نوت هايبوتنسيف، نوت ان شوك، اموره كلش تمام. تبدي عاد سكندري سيرفي اللي هو انت يعني تسوي اكثر انفستيجيشن، تدعفس بكل شيء، بالنيورو، بالكسور، بكلها زين على راحتك. تدز اكس راي، سي تي، ام ار اي، هذني حتى تشوف بالضبط شو صاير وتحاول تحط بلان على اساسه. طبعا احنا كده دايجنوزز نبدي اكزامينيشن. شو يقولون فروم تيب تو تو؟ يعني من 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 اكزامين البيشنت هنا ممكن تاخذ تكمل الهيستوري، يعني فردر هيستوري صار بالضبط شيء كذا. ممكن يكون كاكزامينيشن انت اكزامين تشوفون هسه هذا ظهره اكو مثل الاكموسس، شو سو هذا واقع، هذا اللور باك اوكي واقع. تشوف اذا اكو اني ابريجن، اني مشكله بالسنسيشن، مثل ما قلنا الركتال سفنكتر مهم جدا. زين همينا هاي ما كل شيء يسألوكم عليها. نيورولوجيكال اكزامينيشن كامل يسووه، يعني احنا رفلي مو بهالطريقة. يعني ما نجي مثلا نلزم كتفه بمنطقة الدلتويد واذا ما حس بيها هذا السي 5 ما نسوي شيء، احنا ناخذ رفلي استيميشن. زين اذا هو ساكرال ولا طبعا هو اذا انكونشس البيشنت احنا ما يعني ما حنعبر على نيورولوجيكال اكزامينيشن بهالطريقه هاي. عاده يكون هو كونشس من اوصل السكندري سيرفي يكون خلص كونشس البيشنت. هاي دوز طبعا هنا شنو راح اسوي اني هسه بالبدايه كطوارئ سكندري سيرفي؟ ممكن انطي برينيزولون ستيرويد هاي دوز حتى امنع الانفلاماتوري بروسس والسكندري تشينجز اللي ممكن يصير عنها. بس اكو قسم ينطو اكو قسم لا، يعني اكو قسم اوكي اكو قسم لا. اول 3 ساعات ننطي بلس، اول 3 ساعات ممكن ننطي بلس، بعدين شوي شوي نحول الى انفيوجن تقطيع. زين كونترا انديكيتد اذا عبرت 8 ساعات، لانه انت فهمه هو مو كونترا انديكيتد، هو يوزلس. انت دا تنطي على مود الاكيوت انفلاماتوري ريسبونس الصايره بسبب الفراكتشر حتى تمنع الفردر تشينجز او السكندري تشينجز اللي تصير بالنيورال تشو. اذا ما عدت 8 ساعات خلاص التشينجز صارت بعد، فما ما تنطي، ممكن تسوي اسوء، ممكن هذا الستيرويد برينيزولون يسويه اسوء. سو ذاتس واي احنا ما ننطي. اثنين اذا عندنا الاكواينا اللي هي الكود اكواينا تاخذوها او اخذتوها بالنيورو اللي هي الروتس جوا الروتس الموجوده ممكن كات هاي همنه. طبعا هي تعتبر هاي ريد فلاج اذا انتم ماخذيها بالنيورو، كانت من ضمن الانجري بالكود اكواينا ضمن الريد فلاج اللي هو لازم تحتاج لها انت تخلي ببالك انه الموضوع سيريس. زين الجانشوت ووند من ما نطي ما ننطي برينيزولون بي دي ام ان كنترول دي ام، لانه ستيرويد برينيزولون كان نكريز يسوي لك هايبرغلايسيميا بريجننسي اوكي. بعد عندك الايج الاصغر من اليونجر تشيلدرن الاصغر من 13 سنه، فهاي كلهم احنا ما ننطيهم ستيرويد. يعني حاولوا تحفظوها، اخاف يجيب لكم اياها اسي من الناس اللي ما كونترا انديكيتد بالطوارئ ما تنطيهم ستيرويد بحاله التروما. نجي على الراديولوجي، هذا شغلنا احنا هسه. حيقول لك انت ورا ما سويت السي سباين بروتكشن ممكن تاخذ اكس راي اوكي، خصوصا بالسكندري سيرفيدز اكس راي اسهل لك. بس انا اقول لكم احنا ما ندزهم اكس راي، بيجون تروما ندز راسا سي تي سكان ما نعذبه. يعني انت ايش تاخذ اكس راي حتى تاخذ؟ يعني اكو شيء اسمه هول بودي سي تي سكان، هذا لو تقعد كل ساعه ماخذ اكس راي للركبه وللظهر وللرجل والايد والنو فاحسن يسوي هول بودي سي تي اللي هو هذا موجود بالطوارئ. زين الام ار اي انديكيشن شوكت انديكيت شوكت احنا نسوي الام ار اي. الام ار اي لما اكو انت دائما سي تي هو السوليد تشو، يعني شوفك الاشياء اللي هي البون الكارتليج. الام ار اي لا ليجامنت سوفت تشو، فمن عندنا انه بالبدايه اكو ليجامنت انجري سسبكتد. اثنين
من انت عندك نيورولوجيكال اكزامينيشن سويته طلع لك شيء ما ويا السي تي، سي تي يقول لك نورمال، بس انت هو ما ادري يحس، ما تقدر يحرك رجله، سو اكو سمثينج انت ما تقدر تشوفه بالسي تي، اكو فد تشينجز على مستوى السوفت تيشو نوت البون، فما تقدر تشوفها بالسي تي. اوكي، فذاتس واي احنا نسوي ام ار اي. اخر شيء ان اكو بروجريسيف نيورولوجيكال انجري، دائما هذا من انت شفت شيء مثل ما قلت لك هسه هو مجرد بس ما يقدر يحرك رجله اليمنى شويه، اثنين هن بعد ما يقدر يحركهن ما يحس بيهن. سو الاشياء اكو ديفيسيت دي يصير باي تايم دي يسوء اكثر بور بروجريشن، فهنا لازم تسوي ام ار اي ما تعتمد بس على السي تي. فعندك هذني مهم جدا، شو وقت تسوي ام ار اي؟ احنا عاده ما نسوي ام ار اي، اقول لكم اني اسوي سي تي اسكان بالطوارئ، شو وقت نسوي ام ار اي؟ اذا عندي ثلاث اشياء، suspected ligament injury، اكو عندي neurological examination سويتها شوفتك شغلتين، اما شوفتك نتيجة ما تتماشى ويا السي تي findings، او شوفتك نتيجة انه الامور دا تصير اسوأ دا تلوس، فبيش الساعة دز ام ار اي. طبعا احنا بالايمجينج ممكن نشوف عندك بالسيرفايكل او عندك بالثراسك عندك باللمبر، زين يعني مو بس مكان واحد، اكثر من مكان متدغدغ السباين، يعني ممكن يعني حتى مو اماكن مبتعده، الفيرتبري وحده ورا الاخ مكسره، فكل ما طبعا اكثر عدد الفراكتشرز كل ما هاي اكثر انستابل، وانت ذيك الساعه لازم تحط بلان صحيحة وصير العملية أطول وصير الكومبليكيشن مع عملية أكثر like DVT زين بيت سور. ف لازم تعرف كل الفراكتشرات كلها تشوفها زين. don't accept poor quality images، هاي to consult with a radiologist، احنا الراديولوجيست أصلا ما تشوفه. so آخر شيء take home message انه احنا عندنا ممكن multiple injured patient يجيك طوارئ، اوكي يجيك الموتور vehicle accident ولا اللي قلنا احنا ال RTA ممكن falling from height، كلها تفكر اكو there is spine injury، قلنا الطاقة القوة تجيك اما direct or indirect القوة مال injury او تجيك as traction. اهم شيء ك emergency management ال DATLS. so when you get a case what is the next step is ATLS. شو تشوف اول شيء؟ airway، خلاص هذا ثابت زين، ودائما لا تنسى airway وياها C spine collar. primary secondary survey اني لازم احاول انه البيشنت يطلع stable مشخصه وواصله النتيجه، يعني من ما اخره زين. the spine is injured until prove otherwise، جدا مهمه هاي قلناها احنا، خلي ببالي قلنا اي نعم هو اني اذا 10 اجوي عندهم هاي الاكسيدنت او عندهم هاي الانجري واحد منهم هو انستابل اونلي، وهذا الانستابل 50% ممكن برودوس النيورولوجيكال دامج و 50% ممكن لا، بس ستيل اني اعتبر الشيء يعني الاسوأ اخلي ببالي حتى قلت لكم يعني هو يا ينشل يا يموت، فماكو اسوأ من هيك، جدا مهم تخلوه ببالكم. spine damaged in more than one place ممكن unstable spine could be stabilized should be stabilized so very important. وشلون اسمي unstable هنا؟ اذا هو middle column involved plus one of either the anterior or the posterior. زين اصل المحاضرة اللخ نسجلها واحد حتى الفيديو يكون قصير. شكرا جزيلا.